هي لهنايا فهاد القنت هذا تنجل الخوش التنين هاد الدجلة خادا راه ما كاينش هاد الشي هذا انا قلت لكم هاد الشي راه هي الخدمة ديال العرب هاد المغاربة هاد الدجلة اخرى ما كاينش نورمالمون علاش كاين عاوتاني اللي تيقول لك لا لا هو هي تسمهم لا هو كدا هذيك هضرة خاوية راه داكشي تيدور في الناس متابعين قناة موتوريكس فيديو جديد هاد النهار مع الاس اش عاود المهم ما فيهاش شي بريكولات بزاف المهم نبدلو لها غير بلاكيط ونكريسيو لها لومبريه جات موتور تبارك الله نقي ما عمر تالي بلاكيط ديالو ما عمرهم تبدلوها بولون ما عمرو تحل اول مره يتحل يتحل عندي المهم بدلو لها لي بلاكات اللور القدام قال لي راه تيفراني تيديرو شي صوت ونشوفو لها دوك لومبرياجات والكروا فين كطلع وديك الساعة يبان البلان هادشي اللي كاين خلاص الدراري اللي ما تيعرفوش لا بي اس باش تعرف الاس اش اللي فيها لا بي اس واللي اللي ما فيهاش اللي فيها لا بي اس كيكون فيها هاد اللعيبة هادي هاو وهاد الكابتور هادو هادا هي اللي فيها لا بي اس اللي ما فيهاش ما تيكونش فيها هادا وما تيكونش هذا فيه سير اخويا تكل على الله هاك السوار تاتاجي ها هما هنايا بجوجهم لور القدام سالو 12 ما عمرها تحلات اخي الصندوقان سي هاك ما عمرها على والو غير هاد البلاكيط لقيتو فيهم ياسيني هادي تعرفو ما عمرهم تبدلو ولان البالون راه باين ما عمرو تحل يعني راه كان مزير رجعو لبلاصتو الزيار ديالو ما تعرفش سير على الله اخويا المهم حنايا المهم طيو الدري في هداك طرادوي باش ما كيتحلاش شي حالي ما دابا لا راه داك الشيء هكا كيكون اخي الصندوقان خذ راحتك اخويا عليك يا مولانا الدور يجي نبطة باش قلتها لك ها ما عمرهم تبدلو هادو باش تعرف بلاكيط الدور يجين السميه اللي كاينه في الماسطيره هي اللي غادي تلقى هنايا انتما اللي تشوف بونا راه كاين واحد البولون تحت هادو معلم خاصك تحل هادو تحل هادو تلقى بولون من 5 سي بوا هاي هاي طيطو هذا لا لا كاين كاين دخلتي على هادشي الاس اش عاود اخويا كاع المواطن الكبار هكا باش ما كيسديش داك الفيلطاج معلم باش ما كيسديش داك الفيلطاج وتقدر تحل هادشي علاش دايرين هذاك والسير والضرك في هذا صافي رميها هما دايرين هذا اللعيبه هادي باش تعرف الاصليين اللي ماشي اصليين ها اصليين هاي الكتابه اللي كاينه هنايا غنجمع عليها هاد الان اس الان اس ان هي اللي مكتوبه هنايا هادو هما ماتوا ما بقى فيهم والو داكشي علاش هما اللي كيصفروا لك هكا شي جديد الشيء كان ستي شويه تفرع الديسك لا انا عارف الا بيوم راه غادي نفرعوا غا الديسك لا لا بس ما كاين لا لاكورج الاول دخل شويه داخل البومبات هذاك البيستون هاكا دخل هدا صافي بارك راه عامرين ماشي كيكونوا تما واحد اللعيبات هادوك كيدخلو تما الطراق فهمتي اش الطراق دخلوا لا الطراق ولا مراق يلا سهريك نجيب لك هادشي هذا
خاصك تزيد تدخل داك البيست، برك عليه خشي الطرنوبيس هنايا ما بين هذا. صافي بارك راه وصل للحد. صافي ركب دابا اللعيبه ديالك هذا. لقيتيش محسن من هادو ياك؟ قال لي هادوك اللي مزيانين صافي غنجيهم بين ديباري كنشوفو. اه لا راهم دوزو وقتهم اخويا قدام اخويا ما تيموتش ما تيموتش اللور اللي عليهم تنكسر والله ما تلقاهم تبدلو شي 20 مرة. لا والو اللور الا ها كانوا دوريجين كيضربو 6 شهور قاعدين داك الدرك كيكون كامل على اللور. انت تشوف اللور تلقاهم مزيان على كان هاد الموطور يا حطاط. عليك ضروري دابا عاوتاني ندوز اللور. خليكم هنا القدام عاوتاني غندوز اللور. داكشي الشنط راه ماشي شي حاجة صعيبة، كون عندك يا سويرتا تحل داكشي راسك. لا 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 ما تحلش هذاك اصاحبي، هذا تشي اعطيني عقلك تحل هذا وهذا. لا 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 بلا ما تحل، تعد براسك هكاك غتمحن راسك هاديك. تبغي تحل هذا غتمحن راسك. صافي هكاك هذاك غادي تحلو، ولاني ماشي داو. انا بعد السبعير كنحل هادي وكنقعدها. وراه تركب هاد البلاكي طيب لك الفران راه قليل تربي واحد 3 ايام عادي بان لك على ما يشد الصيف دابا تينا هكاك وقع لي في البرك مان والله العظيم بدلت البلاكي دلور كنضرب على الفران كان تيجيني قليل تا تحكوا لي بلاكي على حساب دابا الديسك الشريطه ترى الديسك دابا هذا الا درتي فيه شي مكبر يبان لك مشرب فاش ايوا كاين دوك الشريطات وين انا اللي راني شلوه كل عصا قدام النهار انا اللورانين هما اللي تيخدموا اقلي اللي تيخدم الفران القدام غير انا تنشد القدام وكنخلي اللور حتى هنا القدام حتى هنا دابا وساعه تنقد تا هادو دوريجي تا هادو دوريجي انا خشوا شويه مزالي العامرين شويه شي عمريه ولا خاوي عميت دابا غادي تحس تحل هذاك راه نحل لان راه خاصك تكاليه من هنا فهمتي باش تعرف شو سالو 17 واقيلا هادي جيب سالو 17 خاص دابا نحلو هاد البالين هادا باش تحل هكا سير الله تشكي هكا شفنا دوك لي بلاكات الاخرين راهم تبارك الله نقية العظيم هادو راه كيجيو فواحد الساقية توري العشران باش يفهمو شنو كاين.
دور تيطيحوا في واحد الساقيات. سير على الله حدا مع هادو يمشيو يطيحوا لك هاد سرسر. الا مشاو طاحوا لك هادو وركبتي البلاكات غتبقى طاخ 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 انت غادي وهما كيطقطقوا. دخل هذا هذا الفلتاج رقيق باش كيشد يحكم مزيان. المهم هذا ب 17 وهذاك ب 12. هذا ب 17 شنو بغا يحل يحل مع راسه. ما تحل اخي كما فيسوز ما هادشي. دابا راك خدمت يا خويا ديفيز ديفيسوز. اللون اللي فيها بحال البرقمان نفس اللون. شي لاكرا شنو كدير تما هي كتوسخ داك البلاصة فيها الدرجة فيها الدرجة غنجيبها صافي كالينا لومبرياج من هنا هو مكالي هو مكالي سهل حنا رخفناه باش ما نبيناش خلاص راه هاد لومبرياج راه فيه شوية الدرجة كيما قال لك المعلم حكيم كيطلع حد هنا تيطلع غير حد هنايا علاش حيت كاين هنايا كما تيقولو شي وحدين الواد ولا ما نعرف ايه وشحال هادا هي كانت كطلع تا لهنايا كانت كطلع تا للفوق وهنايا هادشي راه نقولك راه سبابو راه هو هاد لاكريسار هادشي هاد الجخمير هادا لي تيديرو هنايا شو قاليا تما محرودي محرودي ياك صا قاليا تا المعلم شوفنا شحال فيهم فايتين بدلين هادو باندو باندو ياك راه ماشي ديالها ماشي ديالها هاد القالية زعما شحال النمرة ديال هادو؟ خاصها أومبرياج ديال المعلم شحال شي أومبرياج مزيان؟ ما عنديش أنايا ناخو شوف ناخو شحال من غرام تمايا 15 16 كان فيه هادا ديال 16 غرام راه من كولي 16 غرام هاي هاديك 15.81 هاي 16 هاي مكولاش هادي مكولا شوية المهم 16 غرام زعما لا ما عنديش اب هاي خاصها تلقى لي دير 16 غرام كروارة مزيانة ياك حل حل لومبرياج حل 19 لعبنا كلشي هاكا سالت حيد هنا بنيجا ندمرو فيه ندفع بعدا و ريكل الديار كاع مكيكون مزيانة الشركة هكا المغاربة كي
هاي راه كيصيروا معاه شي جنينه كيلصقوا هاد كاينه الزياره تا يا امحي مع البدلة هادي باندو هادي طوريجين تتكون هوندا وليني مازال خدامة هادي اخي مازال تعيش المشكل دابا غير في لومبرياج القدامي لومبرياج والكالية ولي كالية خاصها لومبرياج نورمال شو فيه جو شوية فيه جو فيه جو ماشي بزاف فيه جو المهم فيه جو هادي ما فيهش سنان اس اش ما فيهش سنان وانت المعلم يلا شنو غدير المهم العشير دابا راه قالنا تندبرو له على اومبرياج اخر انا غادي نردو هادشي كيما كان ونديرو شويه لاكريس وخاكم شتو راه كنديرو لاكريس غير في الباك غير هنايا في هاد القنت هذا متنجلو الخوش تنيا هاد الجلاخ هذا راه ما كاينش هادشي هذا انا قلت لكم هادشي راه هي الخدمة ديال العرب هاد المغاربة هادي هاد الجلاخ راه ما كاينش نورمالمون علاش حيت هاد لاكريس الا كانت في ليكالي ولا في وسط لومبرياج مع اللي بغا لومبرياج الموتور دوبل في ما عمرناش في لا هاديك لاكريس كطير ها هي خاي هي ديرها مارش هي ديرها مارش تجلخ لك كلشي هنايا داكشي كامل هي لاكريس وكتلصق في الكروة وفي الكروة شنو كيوقع لها هي كتكريسها حتى هي كتولي كتزلق في لومبرياج وهي اللي كدير هاد الحفرة هادي فهمتي حتى في لومبرياج اللور فين كنديرو لاكريس غير في هاديك اللورما صاك صافي باش ما يكذب عليك حتى شي واحد صافي هي تمايا باش كدور هذيك اللور مرطبة و تا هذيك لاكريس تفرع لومبرياج د اللور مي كدب عاوتاني نزيد نعطيها لكم تلصق تلصق لاكريس على هاد لي ماشلوط يبدا ركب الكروة بعدا ديالك فهمتي تدخل لك لاكريس ما بين الماشلوط و الطاسة يبدا يزلق غير يبدا يزلق يسخن ياكل لك الماشلوط كاين عاوتاني اللي تيقول لك لا لا هو غير دسمهم لا هو هكذا هذيك هضره خاويه راه داك الشيء تيدور في الناشف تما اللي قالي كيطلعوا يهبطوا في الناشف ما تنديروا لهمش لاكريس هذا الشيء اللي نقول لكم الخوت المهم انا دابا درنا لهم درنا شويه ديال لاكريس على ما يجيب العشير ومبرياج كومبلي حسن وكان عندي وكان راني ركبتو المره الجايه ان شاء الله غادي نحلو وننطفو هذا الشيء كما يجب كيف الساروت نطفو هادشي كما يجب هادشي المره الجايه جيب ليا معاك شي شويه ديال الويس بيري تاع شيري باش نغسلو هادشي فهمتي وعاد ديك الساعه نديرو خدمه نقيه ديال بصح برك على لومبرياج اللور باش تخلي لك فين تاعك هاك صافي لا ثواني انا يزلق يسرع مايل شويه ان شاء الله راك مايل شي محطوي دار امر باش نور النقطه ديال هذا شوف الكروه فين كتوصل
برك مزيان على الفرن. نوراني نوراني سيسي بيكيو باغي ديرها مارش سيري دا البيكي دابا باش كطلع تما.